طريقة الاستعلام عن معايش تكافل وكرامة بيزود دخل المحدود برقم الهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. وأرجو الدعم منكم، لأن الدعم دوت بيساعدني كتير وبيساعدني، وياريت توصلوا الفيديو لـ2000 مشترك. وشكرا لكم، ويلا بينا على التفاصيل. معايش تكافل وكرامة للمصريين من ذوي الدخل المحدود تم إطلاقه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ليكون واحد من بين البرامج اللي وضعتها الحكومة المصرية من أجل مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من أجل العيشة الكريمة ولتحمل غلاء المعيشة. والحصول على معاش تكافل وكرامة فيه هناك بعض الشروط اللي يجب توفرها للحصول عليها، هقول لكم عليها إلى جانب خطوات الاستعلام عن معايش تكافل وكرامة بالرقم القومي والمستندات المطلوبة. شروط الحصول على معايش تكافل وكرامة: ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة، يعني ما يقلش سنه عن 35 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم للحصول على معايش تكافل وكرامة عن 400 جنيه مصري، يعني دخله ما يكونش او ما يقلش عن 400 جنيه مصري، في سواء بقى من القطاع الحكومي او القطاع الخاص. وان يكون الشخص المتقدم مش متسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية. خطوات الاستعلام عن معايش تكافل وكرامة: هيتم الدخول الى رابط موقع التضامن الاجتماعي، وهسيب لكم الرابط ان شاء الله تحت الفيديو. هيتم بعد كده تسجيل الرقم القومي الخاص بيك، ثم الاسم وتاريخ الميلاد. بعد كده عليك بكتابة المحافظة والعنوان الخاص بيك. بعد كده املأ كافة البيانات اللازمة في الحقول الخاصة بيها. بعد كده انكر على الطلب، ثم احفظ رقم الطلب. بعد كده هيظهر ليك يعني ما ان كنت مستحق لمعاش تكافل وكرامة ولا لا. المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة: مطلوب نسخة من الرقم القومي للزوج او الزوجة، على ان تكون سارية المفعول وغير منتهية. ومطلوب بعد كده نسخة من شهادة الوفاة للزوج إذا كان متوفيا، ومطلوب نسخة من أسمة الزواج، وفي حالة الانفصال يتم حضور نسخة من صورة أسمة الطلاق، ومطلوب 3 إيصال كهرباء أو غاز، وصور شهادات ميلاد الأبناء، ومطلوب وجود عمل كشف طبي في حالة العجز أو الإعاقة. وربنا يا رب يوسع عليكم ويصلح حالكم ويغنيكم من فضله ان شاء الله. وفي النهايه ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.